ونبدأ من يعني بطولة العالم، لأن أكيد الناس حابة يعني تبدأ من الكبير زي ما بيتقال، وهي بطولة يعني كل الرياضيين بيتمنوا ان هم يشاركوا فيها. فخلينا نعرف قبل ما تشاركي الاستعدادات كانت ازاي والبطولة حصل فيها ايه بالظبط. طيب اولا البطولة كان عليها قبلها في جمهورية اختيار منتخب، فانا ترشحت لاختيار منتخب مصر. البطولة كانت في ايطاليا في ميانو، مدينة ميانو، كانت من 3-9، من 3-9. كنت عندي بالظبط 200 و400 و800 و1500 متر. من 200 ل 1500 متر دي كانت سباقتي. نزلت اول حاجه علقت فيها 400، دخلت فاينل الهيت، فاينل اللي هي الفاينل هيت، احسن 8 ارقام. خدت فيها تاني، وبعد كده نزلت 1500 متر خدت فيها تاني، وكان فاضل لي بالظبط ثانيه واخد اول، بس يعني ما حصلش نصيب. واخر يوم كان عندي 800 متر وخدت فيها تاني برضو. برضو الفرق ما كانش كبير، بس كنت طبعا عايزه احسن من كده، بس الحمد لله يعني ده زي الفل. دي بدايه يعني اكتر من واعده بكتير، ان انت شاركتي بطوله عالم كمان، مش بنتكلم حتى على بطوله محليه. بالمناسبه سمعنا كمان ان انت يعني حطمتي مجموعه من الارقام القياسيه، كان في ايه بقى الكلام ده؟ في ال 400 وال 800 وال 1500. الرقم الاصلي كان كام واللي انت حققتيه كام؟ الرقم الاصلي كان في ال 400 مونو 3:24. وانت حققتي قد ايه؟ 3:21. اوكي جميل. في ال 800 متر كان الرقم 7:15 7:15. جبت 7:06. حلو. ال 1500 كان الرقم 14:06. 14 دقيقة. شوف 0:06 فاهم الثانية. اصل هي فعلا الثانية بتفرق فهي لعبة رقمية. طبعا. جبت 13:39. هايل هايل هايل، برافو عليك. عشان مسافة كبيرة فبيبقى الكسرة هنا أعلى شوية. اوكي.